بهذه الصورة. يعني لولا أن المخابرات العامة وافقت عليه ووزارة الخارجية لما صدقت ما فيه من قصص ومغامرات ومواقف. كنت أعلم أن رفعت الأنصاري الدبلوماسي غير تقليدي، هبط علينا ذات يوم في لندن هو وزميله خير الدين عبد اللطيف كدبلوماسيين سكرتيرين توارث يمكن في العاصمة البريطانية، وساعدت بهم فترة قصيرة لأن كنت على وشك الرحيل. ومن ذلك الوقت وتكونت لدي فكرة عن رفعت الأنصاري أنه يعني دبلوماسي نشط له مغامرات سياسية وغير سياسية، وأنه شخص ذكي. وسمعنا بعد ذلك أنه نقل إلى إسرائيل وعمل بها، وأنه تعرض لمشكلة عن طريق علاقة له بدبلوماسية بريطانية في السفارة البريطانية في تل أبيب، وأن الخارجية المصرية والدولة المصرية وقفت إلى جانبه، وأنه أطاح بمستقبل هذه الدبلوماسية نهائيا ولم يعصر لها على أثر بعد ذلك. سمعت عنها بعد كده؟ لا، إيدك حلوة يعني. خلص على البنت. الكتاب أنا في رأيي كتاب غير عادي على الإطلاق، ويحتاج إلى قراءة. أولاً هو كتاب مسلي جدا ومثير جدا، ولولا أنني أعلم أن كل كلمة فيه صادقة لانتابتني دهشة شديدة جدا يعني. وكنت أتمنى لو أن معنا راحلين سعد مرتضى ومحمد بسيوني. محمد بسيوني بالذات هو أكبر خبراءنا على الإطلاق في تاريخنا الحديث في الشؤون الإسرائيلية، ومعنا نجوى هاني محرم وهي تعلم ذلك. فكنا كانت هتبقى شهادته مهمة جدا، وأعتقد أنها كانت هتبقى داعمة للدكتور رفعت الأنصاري جدا، لأنه في كل بنود الكتاب كان بالنسبة له زي الأخ الكبير أو الأب الذي يلجأ إليه فيعطيه النصيحة بحكم خبرته الأكثر من كل المسؤولين في ذلك الوقت عن العلاقات مع إسرائيل والعرب في إسرائيل بالذات. الكتاب يا حضرات كتاب يعني يستهوي أي قارئ، ولكن لا أنصح أي دبلوماسي شاب بتقليده على الإطلاق، لأن دي ظروف وعبر يعني. شوف نفعوا فيها إن قلبه ميت إلى حد ما، إنه عنده الهواية المشتركة بيننا جميعا معظمنا وهي حب النساء، وعنده كمان مشكلة أخرى وهي إنه عنده قدرة غير عادية على التعامل مع المواقف. يعني يقولوا له تعالى في عنوان في يافا، تعالى جنة، يروح كده راكب العربية ورايح هناك، يجي له تهديدات ينام ويستريح وكل حاجة. يعني في مواقف عصيبة أنا لما بقراها في الكتاب هنا لو حصلت لي أنا كان يعني ممكن يحصل لي انهيار عصبي. إنما رفعت الأنصاري شخص صلب قوي، يعتبر دبلوماسي غير تقليدي على الإطلاق بكل هذه المعاني. الكتاب كمان بيبين أنه له أدوار وطنية، كنت ممكن أدعي أنه بيدعي لنفسه البطولة، لكن الأجهزة المعنية كلها شفته وأقرت هذه المعلومات. يعني كان هو المصدر الوحيد للعلاقات، للمعلومات عن العلاقات الإسرائيلية اللبنانية والزيارات المتبادلة وغزو إسرائيل للبنان، وأبلغ الحكومة المصرية، وكمان حسن علي جه في زيارة هو بطرس غالي، يعني لعب دورا محوريا. يعني أنا كنت أعتقد أن بلده تكرمه، ولكنها أيضا كان يجب أن تكون على حذر في هذا الشأن، لأنه كان في مواقف كثيرة جدا ممكن تقلب بالعكس وتؤدي إلى نتائج يعني ضر به وبالوطنه. إنما لحسن حظه أنه كان عنده القدرة على مواصلة العمل بجلد وشجاعة وقوة، وكان معاه برضو طاقم دبلوماسي أنا في رأيي ناس معتدلين. السفير يعني لم يحاول أن يخمعه أو يتخذ منه مواقف عدائية. محمد بسيوني كان بالنسبة له هو المرجع والمصدر الذي يلجأ إليه إذا أراد النصيحة رحمه الله. وأنا شايف أن الكتاب ده الآن بعد شوية حادعوه أنكم تناقشوه، لأنه كتاب مثير جدا. وإحنا معنا هو عمر بيه ناوي، ده كان راجل نائب رئيس المخابرات العامة وشخصية هامة. أنا معرفش إزاي أنتوا كنتوا بتعملوا إيه مع الحاجات دي، لازم أنتوا كنتوا مبسوطين منه، وإلا يعني أنا عارف أن إيدكوا طرشة، كان ممكن تتعاملوا معاه بطريقتكم. لكن واضح أنه كان فيه رضا عما يفعل، لأنه رفعت الأنصاري لم يتعرض لأي مجازاة من مواقفه المختلفة. بالعكس كنا بنبصله دايما في الوزارة على أنه أرسله بين الخارجية، يعني بيقوم بعمليات
لا تكاد تكون ممكنة لشخص آخر. وأظن من يميها بدأوا يتخذوا قرار إنه يبعتوش جونيور دبلوماتس لإسرائيل، لأنه قال لك حد حي يعني مش عارف زي الورد اللي حاول يطير زي فرافير ونط من الشباك وقع مات، فخافوا حد من الملاحي الصغيرين يحب يعمل رفعة الأنصاري برضو فتطقتم رقبته. وساعات يقول لك واحد حاول يعني يعمل حاجة فجاب لأهله بكافية، فهو رفعة الأنصاري لحسن الحظ أدى دورا كبيرا. والناشر محمد رشاد صياد زكي للكتب المهمة والموضوعات المحورية، وبينتقي بخدرة كبيرة جدا على فهم الكتب والفراسة في معرفة الموضوعات، فلم يتردد في نشر هذا الكتاب القيم. وبعدين تتساءل يعني كيف يتذكر هذه التفاصيل بعد حاجة وعشرين سنة. هو رد بقى بوضوح انه عليه رحمة الله والده اتصل بيه، والده كان أستاذ جامعي طبيب كبير، وقال له انت بعد ما رجعت من اسرائيل انت فاكر كل الحاجات الموجودة؟ قال له طب بسرعة بادر بانك ده المخابرات العامة كلها هنا، اهلا وسهلا بيه، وانتو خلاص بقى سبتوا ما فيهاش حاجة يعني، اهلا وسهلا. فقال له انت عليك انك تجيب شرايط وتسجل عبر ضمن 12 13 شريط، برضو اشار اليهم الاستاذ محمد رشاد، وضع فيها خلاصة كل هذه التفاصيل، وإلا ما كان له، لأنه بيوصف أوصاف دقيقة بالأماكن والأسماء. طبعا أنا تهت في أسامي الستات واستعير في 30 واحدة ما تعرفش مين فيهم بتعمل إيه. وقصة رجل مغامر عارف الإسرائيليات والبريطانيات والعرب والأجانب وعاش بالطول وبالعرض. هذا الكتاب أنا في رأيي من أهم كتب مغامرات مواجهة الجاسوسية أو العمل السري. غريب أنه قام به شخص ربما لم يكن معدل لذلك، ده دبلوماسي عادي يدوب خد دورة زي ما خدنا كلنا، لكن رجل المخابرات بيبقى عنده يعني تربية مختلفة تماما وقدرات متنوعة وتدريب عسكري وتدريب مهني. لم تكن هذه الأمور موجودة لرفعة الأنصاري، ولكنه أقدم على هذه التجارب بجسارة وقوة وأصدر لنا هذا الكتاب الشيق الذي لا أستطيع أن أحكم فيه لأنه مليء بالتفاصيل وبالقدرة الواعية والخطيرة على ما قام به. وبيتكلم عن دعم مصر له وكيف أن أسامة الباز عليه رحمة الله عندما هبط مطار تل أبيب أصر على أن يكون رفعة الأنصاري بعد أن انكشف دوره في العلاقة مع الدبلوماسية البريطانية وسحبتها بلادها ليلا وتركت سكرتيرة السفارة معها طول الليل عشان لا تروح كده ولا كده، وجرى إرسالها إلى البلاد تاني يوم ومحاكمتها. هذا الأمر دعا مصر إلى أن تقف إلى جانب رفعة الأنصاري وليس ضده، وبالفعل رفعة الأنصاري استقبله الدكتور أسامة الباز في المطار في تل أبيب وقبله وعانقه في إشارة للإسرائيليين ولغيرهم أن هذا الشاب الدبلوماسي مرضي عنه في بلاده وأنهم يستحسنون ما فعل ولا يستهجنون شيئا منه، ولم يتعرض لعقوبات حقيقية في تاريخ عمله، وأمضى حياته سفيرا في أكثر من بلد وحصل على الدكتوراه. أنا رأيي أنها مسيرة دبلوماسي حدي يقف على حرف السيف، ولا أستطيع أن أقول أن هذه مسيرة عادية لأي دبلوماسي آخر، ولا يحسن أبدا لأبنائنا الشباب أنهم يقلدوا هذا العمل، لأن المسألة ليست بهذه البساطة، إنما أراد له الله أن يفعل ما فعل وأن ينجو وأن يعود إلينا ليحكي ما حدث. ولديه في جعبته معلومات أخطر وكتب أكثر غزارة مش هتكلم عنها، هو اللي يبقى يحاول يصدرها فيما بعد، سوف تجيب على علامات استفهام كبيرة في العلاقات المصرية الإسرائيلية وشخصيات معينة كانت لها بها هذه العلاقات. أنا رأيي رفعة الأنصاري قدم للمكتبة العربية وللدبلوماسية المصرية ولجهاز المخابرات المصري، وهو جهاز عريق وبالتأكيد كان يتابع كل شيء ويعلمه، وإلا لما تركه يمضي في طريقه، لأن إخواننا بتوع المخابرات ناس يعني مصحصحين وفاهمين وبيبقوا معنا في السفارات وبيقدموا النصح. يعني الواحد حتى لما كان بيتعرض لموقف ويبقى مستغربه يروح لضابط المخابرات العامة ويحكي له ويعطي له تفسير لما جرى. فأن يسكت عما يفعل وأن يبقى في إسرائيل ويقوم بهذا العدد من الاتصالات الكثيرة ويحقق هذه النجاحات، لابد أن ذلك كان برضا ومباركة من جهاز المخابرات المصرية. وأنا سألت
وتأكدت أن الكتاب مر على الجهاز ووفق عليه وأن وزارة الخارجية أيضا علمت به ووافقت عليه. ما أنا لا أريد أن أطيل، أريد أن أفتح باب المناقشة، أنا شخصيا سوف أديرها، لمن يريد أن يوجه أسئلة حيجي هو يتكلم الأول وبعدين ندير الحوار معه في هذا الكتاب الذي يعتبر كتابا في أدب الرحلات، في التراجم الشخصية، في مكافحة الجاسوسية، في مقاومة العمل السري. هو كتاب متنوع متعدد الجوانب، يستحق مؤلفه التهنئة، ولذلك أنا أتقدم إليه كصديق وكزميل وربما باسم معظم زملائه في الخارجية بالتحية والتقدير على هذا العمل الذي لم يكن ليقدم عليه إلا شخص رابط الجأش قوي الشكيمة قادر على التعامل مع الأحداث. فتحية له وتهنئة له وللناشر، وشكرا لك.